دكتور عز الدين خمريش، أكيد أنكم اطلعتم على التقرير، هل كشف لنا هذا التقرير سرا لم نكن نعرفه أم أنه فقط أعاد التأكيد على أمور نعرفها ووقفنا عندها في أكثر من مناسبة، وهي كلها أمور في نهاية المطاف متداولة في النقاش العمومي بخصوص أعطاب العمل السياسي؟ لا، وهي لم يبدو من إشارات بأن تقرير النموذج التنموي الجديد المنبثق عن عمل لجنة ملكية مكونة من مجموعة من الأطر المؤهلة والعلمية، والتي قامت بمجموعة من اللقاءات التواصلية في إطار الخروج بخلاصات علمية ودقيقة. أولا، تقرير اللجنة لابد أن نشير إلى أنه أربك الأحزاب السياسية، خاصة وأنه تم تقديمه خلال هذه الفترة ونحن على مشارف الانتخابات التشريعية، بمعنى أن طرح النموذج التنموي الجديد في هذا التوقيت بالذات أربك حسابات الأحزاب السياسية التي لم تفصلها عن الانتخابات إلا أشهر قليلة، وبالتالي فهي اليوم مطالبة بإعادة النظر بإنتاج برامجها الانتخابية والسياسية وتقديمها للمواطن المغربي. دكتور خمريش، عطفا على كلامكم، خاصة وأنه حمل هذه الأحزاب مسؤولية كبيرة فيما يتصل بهذه الأعطاب التي تراكمت وفيما آل إليه المشهد السياسي وأزمة الثقة بين السياسة والسياسيين من جهة وبين المواطنات والمواطنين من جهة أخرى. طبعا التقرير كشف وعلى العمل السياسي المغربي، وقام بتشخيص دقيق وتشريح العمل السياسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية بالمغرب التي لم تعد مؤهلة وناضجة لممارسة هذا العمل السياسي. فالأحزاب السياسية اليوم أصبحت عبارة عن وجبة عشاء بائتة غير قابلة للتسخين، لأنها لم تعد خطاباتها تقنع المواطن المغربي، لم تعد لها آليات تواصل جديدة يمكنها من استقطاب الشباب ومن استقطاب النساء ومن استقطاب النخب العلمية المؤهلة والمؤطرة والتي يمكن أن تساهم في تسيير وتدبير الشأن العام العمومي، وأيضا في وضع مخططات وسياسات عمومية قابلة للتنفيذ وقابلة للتطبيق على أرض الواقع. ثم أيضا غياب تواصل الأحزاب السياسية مع المواطن المغربي وعدم انفتاحها على كافة المجتمع المغربي. فالأحزاب السياسية اليوم هي عبارة عن دكاكين انتخابية لا تجدها تفتح أبوابها إلا عندما تقترب كل حملة انتخابية، وتجدها تقوم بهدر الزمن السياسي في سجالات سياسية ضيقة لا تعود ب النفع على مستوى التنمية للمواطن المغربي. فالأحزاب السياسية اليوم ومن خلال نموذج التقرير أو الخلاصات التي خرجت بها لجنة النموذج التنموي الجديد، فقد هذه الخلاصات علت هذه الأحزاب وأظهرت مكامن الضعف والأمراض المزمنة التي تعاني منها الأحزاب السياسية، سواء في عملها داخل سكناتها السياسية بحيث نجد هناك نوع من الاحتكار السياسي للمناصب وللزعامة وللمهام الحزبية داخل الأحزاب السياسية، ثم أن القيادات الحزبية السياسية بالمغرب أصبحت قيادات تتميز بالشيخوخة، قيادات مهترئة، قيادات لا تنتج خطاب سياسي جديد، لا تقدم برامج سياسية جديدة تستطيع أن تقنع المواطن المغربي لممارسة العمل السياسي.